صندوق الصداقة القطري في تونس، لأنه فما قواسم مشتركة، أهمها أنه أنا بالنسبة لي أنا تونس يعني حياتي روحي. الصندوق فكر في تونس، فكر في شباب تونس. أنا كشاب معلش نعتبر نفسي شاب بالذات ولله، لكن كشاب أفتخر أنه أنا تونسي، وهناك من يفكر في هذا البلد من الأشقاء العرب لصالح الشباب التونسي. مانيش نطول عليك لأنه مش متعود على الخطابات، نحن خطاب سياسي، هو كلمة فقط أنه أنا سعيد بهذا التشريف والتكليف. ونحب نقول للشباب اللي ساهم بفكره في إنجاح هذه الفكرة البسيطة الكبيرة أنه يفتخر الشباب اللي قدامي اللي أخذ واستنفع وحط البذرة الأولى بتاع المشروع بتاعه اللي هو بناه، وبتوافر الجهود والناس اللي بارتنير اللي مع الكيو اف اف لي بارتنير نتاعهم، البذره هذه والنواه هذه ولات مشروع، ولات شجره اللي هو ذاته هو اللي قاعد يقطف في ثمارها، والثمار هذه باش تفيده هو وباش تفيد تونس وباش تفيد عائلته. فتحيه كبيره ليكم انتم كشباب تفتخروا بذلك لانكم فكرتوا وصلتوا، وكذلك تحية للناس اللي ساعدت في إنجاح المشاريع بتاعكم. فبرافو لكم وبرافو للكيو اف اف على هذا الدعم الكبير وكل الشركاء بتاعكم. بالنهاية نحب نقول كلمة اللي هي تختصر كل شيء، تحية تونس وتحية كل الصداقات الحقيقية بين تونس وكل البلدان العربية. وبالمناسبة هذه حبيت نقدم هدية بسيطة لي، يعني المناسبة هذه للكيو اف اف للمشاريع لكم انتوما، وحتى نقدم بها نفسي يعني كفنان، وان شاء الله تكون نشيد رسمي للصندوق وتستمتعوا بها، تخلوها ديما في التليفونات نتاعكم، اوكي؟ فاهمين؟ يلا مشينا للميت. تعالى خليك في ايدينا وفي نجاح.